بعدين معك لك يونس، بدك تبقى هيك زعلان مني؟ طيب اخي انا حصالحك مع انه مالي غلطان بحقك، بس انت صاحبي يا يونس، بتعرف قديش بحبك. بقى حلوان الصلح اليوم على حسابي، شو قلت؟ لا ما شو بعم يتزورني كاني قاتله شي قتيل. اللي بيزعل لحاله بيرضى لحاله، ان شاء الله عمره ما يرضى. الله يسلم الايدين يا عمي ابو دياب، والله المجدرات شيء غير شكل. ان شاء الله بالهنا، مطرح ما يسري يمري. شو مين ها؟ مين؟ انا لوس يا ابو دياب، افتح افتح. مرحبا ابو دياب. مين؟ صحيح انني تعرفت عليك البارحه، ولكنني احببتك كثيرا. وانا حبيتك كثير. شكرا. مجدره اكله رائعه، وانا جائع جدا. هماتنا تهبنا كما تقولون انتم العرب. لحظه لاسكب لكم اكل. حضرت لتصحون على الكلاب اللي برا. ايه حاضر يا عمي. ياسين يا مو، تعال اشرب الشاي. يلا يا مو. الحمد لله يا أمو، الحمد لله. وقت الزعيم خبرني إنه عبود عايش، أشعر بدني. إيه ألف الحمد لله، ألف الحمد لله يا ابني. يا أمو اليوم الزعيم نوري بده ياني يروح معه لحتى نشوف البيت. أني بيت يا أمو؟ البيت اللي بدنا نعمل فيه مدرسة. يعني رح تصير معلم تقبرني؟ لك إيه يا أمو، إيه رح صير معلم لأولاد حارة اللوز كلها. ألف الحمد لله يا رب. ساعتها رح أخبك يا فاطمة، وأنا إلي مكانتي بين العالم. وأكيد أكيد الزعيم نوري رح يوافق. شايف يا زكور؟ شايف؟ كل أهل الحارة صافين ضدي، بس والله جايين يوم خليهم يعرفوا مين شكري، خصوصي هذا الواطي أبو فهمي. أنا بفرجيه. أنت قدها فاضل، أنت قدها. إذا بتجتمع الحارة كلياتها ما حدا بيطلع لهم عمر جدتك وسكرتيتك. على راسي يا زكور. السلام عليكم. مرحبا معلمي. وعليكم السلام. اهلين وسهلين. خير؟ انا وليد بعت وراي. وليد بزاتي. وليد اللي بتقرا وبتكتب. عود 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 ارتاح. اسمع لك، بدي منك تكتب لي كلمتين على شقفه ورقه صغيره، بس حسك عينك حدا ياخذ خبر بالقصه. ها بير ما له قرار، لانه اذا حدا دري بالقصه ساعتها لا تلوم الا نفسك. ايوه ايه امرك ذكرتي، بامرك انا. الشاي بعد المجدرة رائع مختار. ان شاء الله سم الهاري. هل تريد منا شيئاً يا صديقي؟ بدي أسألك، أنتوا ليش فرزوكوا لهون على دمّة؟ خير، شو القصة؟ نحن هنا للقبض على مجرم خطير مختبئ في هذه المنطقة. بالمناسبة، نحن بحاجة لمساعدتك. هل تعرف أين يختبئ عبود الشامي؟ مين هو؟ عبود الشامي؟
هي أول مرة بسمع هالاسم. متأكد؟ إيه متأكد. حسناً حسناً، إذا عرفت أي معلومة مهما كانت صغيرة أخبرني بها. أخبر صديقك المس. مثل ما بدك. هل تريد شيئاً يا صديقي؟ الله معك. بالإذن. تفضل. تفضل. مرة أخرى، المجدرة كانت رائعة. هذا جاي مخصوص مشاني. ها، ولا يهمك أبو ضال، ما بيسوى قشرة بصلي، وعند اللزوم حقه رصاصة واحدة. السلام عليكم. والله قلبي غلي عليك يا ياسين. شو قصدك فطوم؟ افهم لحالك. آخ يا فاطمة آخ، إمتى بدي اجتمع أنا وياكي تحت سقف واحد؟ أنت اللي عم تمطمط بالقصة. هلا أنا اللي عم مطمط؟ لك ما تجي وتخطبني من إخواتي، ولا ناطر إجي أنا أخطبك. لك يسلم لي الزهراوي أنا. شلونك يا أبي سليم؟ الحمد لله، شلونك أنت يا أبي؟ لين يا أبي، السلام عليكم. شو جابك لهون؟ شلون يعني شو جابني؟ هذا بيتي يا مو. ما فشرت عينك؟ هذا بيت أبوك المرحوم، فشرت يكون بيتك. شو بنا أمي؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ لأنك واطي. أنا كمان واطي، ورح تضل واطي طول عمرك. أمي، أنت ليش معصبة مني؟ رح أقول لك ليش معصبة منك، هدول مو ولادك؟ شو رأيك أنت؟ عم بسألك هدول مو ولادك؟ لكن بلا، ولادي. صار لك شهرين لاحشهم مثل الكلاب، يعب الشوم عليك بس. طولي بالك علي يا مو، طولي بالك. طيب وهي مو مرتك؟ ايه. ما لحق عليك؟ ما لحق عليك مثل بنت الأكابر؟ ولا هديك لأنها صبية وصغيرة؟ يا مو، الله يرضى عليكي، مو هيك القصة. بس شو؟ خدي. شو هاد؟ يا مو، من اليوم ورايح ما رح ينقص عليكم شي، قد ما بدكم مصاري بعطيكم. خدي. ليش هيك يا مو؟ شوفوا، لا أبوك كان ينضرب فيه المثل وبأخلاقه كمان، ما في يوم فوت علينا قرش حرام على البيت. ياما كنا ليالي مبات بلا عشرة لأنه ما معنا مصاري، بس كان ربك ساترنا ومنعم علينا. هلأ جاية أنت طعمينا من مصاريك الحرام؟ قوم خد مصاريك ونقلع من البيت. قوم يا مو، هدول المصاري مو حرام، هدول جايبهم من عرق جبيني أنا. بعرق جبينك؟ شلون هيك صار؟ بين يوم وليلة صرت معك مصاري ما بتاكلها النيران؟ لك أنا اللي بعرفك، أنا أمك، أنت أندبوري حقك فرانك. الله رزقني من عنده، وأنت مانك أكرم من الله. وأنت الصادق الشيطان اللي رزقك. طيب وهلأ شو بديك؟ بدي إياك تضب مصاريك وتنقلع برات البيت، هذا البيت شريف وبده يضل شريف. يلا نقلع من بيتي ولا؟ لك ولا؟ لما بتحب تحكي الدغري منين جبت المصاري، ابقى ساعتها ارجع على البيت وجيب مرتك كمان معك، انا مستعده اسكن انا وياها. قبل ما تروح تاخذ زبالتك، لا توسخ لي بيتي فيهم. سليم. نعم تتا. تاخذ المصاري وكبهم على باب الصاق، وانت راجع فوت لأوضتي وجيب لي المبخرة. حاضر تيتا. لا تبكي تقبريني، تقبريني لا تبكي، طول عمرنا عايشين لحالنا والحمد لله، ربنا كافينا وساترنا.
وهو ما بنشوفه الا مثل الضيف اللي بتقبريني. تعي لقلبي، تعي تعي تعملي على قامتي عليكي، تعي.